نظم مساء أمس الاتحاد العام لدعم اللغة العربية في تشاد محاضرة قدمها الدكتور محمد النظيف يوسف. المحاضرة تدخل ضمن أنشطة المنبر الثقافي الشهري للاتحاد. محمود موسى الفيل والمزيد من التفاصيل. تندرج هذه الجلسة الأدبية الشهرية ضمن برامج وأنشطة الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد، وذلك بمناسبة إطلاق منبره الثقافي الشهري الذي تحت عنوان واحة الفكر والإبداع. ومن هذا المنطلق جاءت المحاضرة الشهرية التي أحياها الدكتور محمد النظيف يوسف أمين الدولة في الصحة العامة ومحاضر بجامعة الملك فيصل بأنجمينة، وذلك لعرض كتابه محطات من الأدب العربي في تشاد. بدأت المناسبة بكلمة ترحيبية قدمها الدكتور محمد زين سليمان التي أشار فيها إلى مكانة الأدب والأدباء التشاديين الذين ساهموا في تطوير الجانب الأدبي خاصة الشعر، مشيرا إلى أن مثل هذه الملتقيات الأدبية تسمح للعديد من الكتاب والشعراء أن يعرضوا ما لديهم من أعمال أدبية بغية نهضة هذا الجانب. أما الدكتور محمد النظيف يوسف فقد شكر الاتحاد على إتاحته له الفرصة بأن يقدم ما لديه من أعمال أدبية لبعض من الشعراء التشاديين الذين أبدعوا في مجال الشعر والنثر، كأمثال الشاعر إبراهيم الكانمي والشيخ الطاهر التلبي وعبد الحق السنوسي الترجمي. يمكن أن نتحدث عن الركائز أو أعمدة الأدب العربي في تشاد تقريبا أربعة من خلال الخلاصة والدراسة والبحث. أولا موضوع الجغرافيا العربية الإسلام دخولي أكيد في تشاد. اثنان موضوع قيام المملكة الإسلامية. ثلاثة العلماء والمدارس العلمية. رابعا المؤثرات الحديثة والمعاصرة. هذه أعمدة زي ما الفرنسيين يسموها كاتبي دائما القواعد الأربعة اللي في الأدب. فمن حيث الموضوع لأن التاريخ ليس ملتف لكن المواضيع مهمة هو الأدب القديم. الأدب القديم وحاليا الحمد لله متواجد عندنا بداية حتى الآن بذات الشعر النثر موجود قبل ذلك، لكن بداية القرن الحادي عشر هذا هو البداية حقيقية الأدب العربي القديم. هذا وبعد نهاية المحاضرة تداخل بعض من المحاضرين في هذه الجلسة بأسئلة واستفسارات رد عليها الكاتب بكل وضوح. ونذكر بأن الدكتور محمد النظيف يوسف له العديد من الإسهامات في الفنون الأدبية والملتقيات العلمية وكذا الندوات الفكرية في الجانب الأدبي،